وانتصارات القلعة الحمراء دائما ما تكون عرض مستمر حتى لو لم يكن الأداء على أفضل ما يكون. خلينا نتكلم في هذا الأمر. والحقيقة قبل ما أتكلم خليني أحيي فريق منتخب السويس. منتخب السويس أدى مباراة أكثر من رائعة، مباراة رائعة بكل الاتجاهات دفاعيا وهجوميا، يستحق كل الاحترام وكل الإشادة من كل الأهلوية. بالمناسبة امبارح أشادوا بكوكو حارس المرمى وبكل اللاعبين. على الجانب الآخر النادي الأهلي استطاع أن يفوز ويصعد للدور التالي مش بأقل مجهود، بمجهود كبير جدا ولكن بأقل تركيز. النادي الأهلي حقق فوز مهم الحقيقة امبارح بهدف مقابل لا شيء، وكانت هدية حسين الشحات لجمهور الأهلي بعد تجديده اللي جمعت طبعا المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وتأهل النادي الأهلي إلى الدور الـ16 بعد هذا الفوز، وحيتأهل النادي الأهلي لمواجهة الداخلية. أنا بشوفها يعني أحد الأصدقاء الكبار الحقيقة اللي أنا دايما بيكلمني في التليفون المهندس وليد، هو حد عنده 72 يعني رجل أهلاوي أبا عن جد، عنده 72 73 سنة ودايما بيكلمني في التليفون يعني. فبيقول لي إسلام يعني في مباريات تبقى ما ينفعش نقول عليها مباريات صعبة لأنه النادي الأهلي كبير. فأنا الحقيقة طبعا بسكت، لكن أنا دلوقتي حبيت بس أن أنا سبحان الله بعد مباراة منتخب السويس دايما لما باجي أتكلم مع حضراتكم بتكلم أن كل المباريات صعبة وكل المباريات النادي الأهلي يجب أن يكون قوي جدا تركيزا ولعبا وأداء وأخلاقا وكل شيء. كل المباريات صعبة لأنه منتخب السويس امبارح بيلعب ضد بطل أفريقي. منتخب السويس امبارح بيلعب عايز يعمل نتائج إيجابية أو نتيجة إيجابية ضد بطل أفريقيا وبطل مصر وكل حاجة. فبالتحق إن المنتخب السويسي اللي أنا بهنيه الحقيقة على هذا الأداء الرائع والمستوى الرائع. لكن الحقيقة كل مباريات النادي الأهلي بتظل صعبة. أنا أتشرف إن أنا لعبت كورة. في بعض المباريات بتكون التركيز بتاعك هو اللي بيخليها صعبة، وأنا بشوف وده مش كلامي ده كلام مستر كولر امبارح.